السلام عليكم الإخوان، ومرحبا بكم، وتحياتي للجميع وأمسية سعيدة، ومرحبا بكم في توقعات سباق الخيول ليوم الجمعة مساء في الرينيو إن الكورس الرابعة. غادي تكون في الديبار ديالها غادي تكون أوتوستار، خيول ديال 6 سنوات وما فوق، خيول اجية عند 15، خيول ديال 6 سنوات كاتريز، مكاينينش خيول ديال 8 سنين، كاينين ديال 7 سنين، 6 هارلي جيما وهيرا داميز رقم 7، هي بلو دي فيفيير والباهية دي سيلسا، واللي خسرت لينا اخر كورسة في التيران ديال الكون على ما اظن، اخر كانتي كانت ديسكاليفات لينا واش كون او فيشي، فيشي كانت ديسكاليفات في عند نمرة 10، خلاو ليها نمرة 10. كذلك عندنا الهيلب ميوين ديال الهوفي، هذا عود ديال الهوفي اللي كان عند سبيسياليست ديال فانسن، عنده الكرون نيميرو فيمي من بين لي فيمي اللي غيكونوا حاضرين غدا. على كل حال اخوان، تحياتي للجميع مره اخرى. بالنسبه للبرونوستيك الخوت، كاين 6 9 4 17 15 8 13 فالكو دي روشر اللي تيبغي الاوتوستار، اتونسيون من رقم 8. بالنسبه لزوت صيدر الخوت اللي ممكن نلعبوا فيهم، كاين زينكو توب ديال فابريسو يعود ايترونجي، كاينين دو شوفو ايترونجي، كاين 10 14 هما اللي كاينين ايترونجيين. فافوري دو لي طون كذلك من الخيول القويه، ايسي داتو غيشونجي الكاتيجوري، يعني غيطلع من الكاتيجوري. 12 غيكون فيري والان غيكون فيري، ودوه نون سيتي ديال لاكورس الوحيد، وكاين الخمسه غيكون في الديليسي، وكذلك الاونز غيكون في الديليسي. دونك الاخوان لي زوتسايدر ديال لاكورس غادي يكون ثلاثه ديال الخيول، كاين ال 14 وال 3 وال 2، هادو هما لي زوتسايدر ديال لاكورس، 2 3 14. بالنسبه لديرنير مينيت كاين الكنز هيلب ميوين، وكان في البلي رابيد كاين 10 باهيه دي سيرسو، كاين 11 ربما في المونتي هاد العود، كاين 13 14 12 6 8 9. خيول اللي خارجه من البلي رابيد كاين الكات، غيكون غدا من الخيول الفافوريه، من اصغر العناصر غيكونوا هاد الخيول هادو. بالنسبه للشونجمون دو لونترينور دو 13، هو اصلا ديال شاغيل اللي مشى لكانسورمير، رجع عند سينكلاند. الخيول اللي ربحت لينا الكورسه كاينه 1 4 5 8 9 10 11 13. الباسي ديال لاكورس الاخوان، لي فافوري لي فافوري فافوري فافوري، السانكيام كان جران توكار، فافوري 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 فافوري، الكاتريام كان في الجران اوتسايدر. كما كتشوفوا راه مرها اتونسيون من هاد الخيول ديال المئوات. كاين يعني الا جينا نشوفوا ولا درنا البورسونتاج ديال لي زوتسايدر، يعني راه كيضربوا لي زوتسايدر، كيضربوا لي زوتسايدر على الاخوان. لهذا المهم الخوت ننتقلوا للكورس ريفيرونس في الفانسن، 2700 6 دوزيام 7 كاتريام 3 سانكيام الكات ديس كاليفي، والخمسة كان دار زيرو. كذلك في الفانسن العشرة بروميير في الديبار اوتوستار، الكنز كان دار دوزيام جران توكار، والكاتورز كان دار ديس كاليفي. كذلك في الانغا سيز سيس عفوا دوزيام، العشرة زيرو الكاتورز زيرو. هادي في الفانسن في الاوتوستار سيس دوزيام، والعشرة كان دار لينا ساتيام. هذا ما كان اخوتي. بالنسبه للفرنش اوفرتير تقول لك سيدي 6 4 9 7 15 10 3 14 8 1 3 2. الان الاخوان انا ما عنديش داك الان من بين الخيول اللي ما غاديش نلعبها، كذلك واحد العود غيكون فافوري هو هيرا دافيز رقم 7، عندي عليه علامه الاستفهام، ما تنقولش راه ما كاينش، ولكن عندي عليه واحد علامه الاستفهام. عاود فوتيف في الفانسن دار المفاجاه. بالنسبه للفافوري ديال لاكورس غيكون الكات، وغادي يباطي 6 يا الكات يا 6 يا عاود يا تعاود، المهم لكم اختيار الاخوان. تو سير كات كاينه 6 9 10 كات، واش ربما الشوفه اللي كنشوف فيها شي دو شوفو كينت من نون سيتي غتكون دو 3 الخوت، دو 3
نخلي لكم الاختيارات الإخوان. بالنسبة لجرونيميرو، الإخوان كاين زينك توب رقم 14 من أحسن الخيول. فيت اتونسيون دي ستريس يعاود غيطلع من تما، راه خصو يكون في لاباز، لأن السيزيام والساتيام كنهرب منهم وفي الاخر كيجيوك بحال الناف. اليوم ما كانش عندي بتاتا، وخشت ان سيزيام ما شتو بيناليزيش، هذا هو الاشكال اللي خلاني نهرب من الناف. هادشي اللي كاين اخوتي. غدا في الصباح نديرو واحد ديرنيير مينيت ونحطو الكومبينيزون ديالنا. نتمنوا الخير للجميع الاخوان. اتونسيون من داك الجوج ومن داك الثلاثه ومن داك الثمانيه، هذيك ويدو طروارة فيهم الحياه الخوت. عاود غيكون ما بين ديستريز فلافاز، عاود ما بين ديستريز فلافاز، عاود ما بين سيسكات فلافاز. هذا ما كان اخوتي. وكتبقى الى جينا نختاروا الكنز، راه كان دار المفاجاه، يعني كان دخل ب 55، كان دخل ب 55. واش غيرجع لينا هاد العود اولا ما غاديش يرجع لينا؟ مع العشره كما كتشوفوا الكنز كان دار لينا الدوزيام ب 30، ب 30 كنمشي عليه مولاه، وكان مشى على نمرة 11، والعشرة كان مشى على نمرة 10، وكان زينكو توب كان دار لينا الديسكاليفي مع الجوكي ايلي كرافان، كان مشى بتسعود فاصله تسعود. هادشي اللي كاين اخوتي. بالنسبة للرقم 10 راه عاود سريع بزاف الخوت، عاود سريع، إلا ما دار شي خطأ راه غادي يكون بنسبة كبيرة غادي يكون، وغالبا لي بلي رابيد اللي تيكون هو الأول إذا كان غادي يجي راه غادي فيني يبلاصي ديك بليسه صغيره وصافي، هذا ما كان يقدر يبلاصي. بالنسبه للعود اللي الديسكاليفا معاهم هو الكات، كان على الكوال 14، هو ال 14 الاخوان كما كتشوفوا هنا نمره 10 كان ربح لينا الكورسا. الكات كان دير ديسكاليفي، كانوا جاو لي غرون نيميرو كما كتشوفوا، لي غرون نيميرو كانوا جاو، يعني 10 11 14 16 اوتو ستار كانوا جاو في لي غرون نيميرو. هذا ما كان الخوت. وكانوا كلهم تقريبا خيول اجنبيه، يعني الاول كان عود ايترونجي بهي دي سيرسو، الدوزيام فرنسي، والثالث عود ايطالي، والرابع كذلك عود ايترونجي، والسيزيام عود ايترونجي. هذا ما كان اخوتي. تحياتي لكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.